وبتشلت وبتدرع لبعضها يعني. فيعني يعني انا متوقع ان شاء الله خير 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 رهيب على البلد باذن الله يعني. استاذ رامي، وانت حضرتك خايف ان انا لو نجحت ابطل غنى فتبطل تتفرج عليا؟ لا طبعا يا خضر ابيض، ده انا بموت في حضرتك ازاي. بس هو بقول لك يعني انت ترفعي عني بس ما تمثلينيش. حاضر يا استاذ احمد، اذا كنت انت عايز كده ماشي. حاجه ثانيه خالص، اتكلم يا مش عايز اتحرم كتير قوي. استاذ المطرب مصطفى كامل له حق الرد. استاذ مصطفى اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير، اتفضل. شكرا للاستاذ اشجان والنائب سياده النائب رجب. واسمح لي بس اكلمك، ومعلش اديني وقت لان انا قاعد بتفرج على فكره من بدري ويعني ما حبيتش. انا شايف السخريه ناس وباينه قوي واضحه قوي، والله العظيم ورحمه ابويا ولا 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 مفكر اعترض. انا بعتبر في حلقه فيها نصها كوميديا، يعني شايف نص كوميديا. لكن الست دي قالت كلام انا بالقانون هحاسبها عليه، وقالت حاجات عني كذب. اولا استاذ وائل، انا نازل من عندي مجلس ادارتي بالكامل من بيتي من ساعة بالظبط. عارف ليه؟ لأن صدر بيان عن أحمد رمضان إنه شطب حمزة نمرة، والموضوع ده ألمني جدا لأن أنا ما كنتش أحب النقابة تدخل في الجو ده، واعتذرت وقلت إن الكلام ده كلام أنا بأدينه، وجبت مجلسي بالكامل وأصدرنا بيان النهارده بكامل المجلس. حتى أحمد رمضان نفسه أجبر على الاعتذار داخل البيان عشان نقول إن الفنان الشاطر والفنان المحترم لازم نديله حقه، وما رضيتش أبدا عن رفضه وعلى انشطه. الاستاذه اللي قاعده معاك، انا ساعه شطبها كنت في هولندا يعني. انا مش ماضي على قرار شطبها، ولكني بصمت من هولندا لما كلموني، بصمت بالعشره من هولندا وقلت لهم اعتبروني موقع معاكم. يعني انا لغايه دلوقتي قرار الشطب بتاعها انا مش ماضي عليه. اولا هي بتقول لك انا صديق المستشار مصطفى منصور، ده شيء. انا اللي قلت يا استاذ مصطفى، مش انا اللي قلت. خلي بالك يا بس ما تجيبش بقى الاستاذ مرتضى منصور بعت لنا مداخله مع استاذ محمد الغيطي، بيحذر من ان احنا اسمه يتقال في الحلقه دي. يا استاذ مصطفى، يا استاذ مصطفى اللي قال في مداخله عند استاذ محمد الغيطي استاذ ايمان البحري درويش، مش انا. ادخل في الموضوع، ادخل في الموضوع. في بيتي من غير اي سبب، يعني احنا قاعدين انا واولادي بنتفرج، وعلى ان انا بحب الابراشي وبحب برنامج الابراشي. الله يخليه. وقاعدين بنتفرج، انت وطرتي بيتي بدون اي لازمه لان انا ما كنتش احب سيرت تيجي على لسانك خالص. انا قابلتها مره، انا قابلتك مره بكل احترام وسلمت عليكي في المره في مكتبي وانا داخل، ما كنتش عارف شكلك لان انت ما كنتيش عامله كده، فدخلت وقلت لك انا اتفرجت عليكي في برنامج ومن فضلك ما تعمليش الحاجات اللي انت عملتيها في البرنامج بتاع السوسته ده. اي حد ينتمي للمقاطعه. وانا قلت لك ايه؟ وانا قلت لك ايه؟ قلت لي مش هعمل كده تاني. وعملت كده تاني؟ انت عملتي اوسخ من اللي هو اوسخ ايه؟ لا خلينا نستخدم اسوأ. استاذ مصطفى، استاذ مصطفى، خلينا نستخدم تعبير اسوأ من كده. انا قعدت اربع شهور فاتحه القناه ما قفلتهاش، ليه ما شطبتنيش ليه؟ انا ورحمه ابويا يا استاذ وائل، اقسم بيمين الله، اقسم بالله، اقسم بالله، اقسم بالله، انا ما كنت بتفرج على قناتها دي ولا اعرفها غير من اول ما ابتدوا ناس يفرجوني على كليبات في شهر اربعة. واقسم بالله، اقسم بالله العظيم ثلاثة عمري ما فتحت ولا كنت اعرف في قناه اسمها فلول ولا الواحد فاضي لك. قناه جامده يعني. احنا كنا فاضيين مسخره، احنا كنا في حرب وفي دنيا مع اخوان ومع ارهاب ومع، فما كانش في بالي لغايه ما حد فرجني على كليب ولا اثنين. اثار استيائي بشكل غير عادي لما اتفرجت على اغنيه العقيد احمد محمد علي، وانت تعلم ان هو الراجل ده صديقنا وحاجه شيء مشرف للقوات المسلحه. لما اتفرجت على احمد مش عارف ايه وحد عمال تجيب صورته على سترها وعلى على وحاجات كده، انا نفسي جات لي حاله حزن وقلت الله فين الجهات السياديه المفروض الكليب ده يتمنع. يعني ابتدينا حتى في عز كراهيتنا وحربنا ضد كل ما يسمى بالارهاب، حتى شكل غناها عليهم كان بيستفزني. تخيل لما انت تبقى دلوقتي هي بتقول لك حاجه، بتقول لك انا سعيد طبعا هي قالت حاجه في حقي كويسه، اما قالت لك ايمان البحر درويش بيدعمها، وهو انا عايز اقول لموسيقيين مصر ان ايمان البحر درويش بيدعم سما المصري، ده شيء يعني شيء يسعدني للراجل. انا ما قلتش ان استاذ ايمان البحر درويش بيدعمني على فكره، انا قلت ان هو بعت لي قرار اداري بان انتخاباتك باطله. بقالك ساعتين قاعده بتكلمي بعد ما انا اتكلم، انت ما كانش ينفع تدخلي اسمك جمله مفيده لان انا ماليش كلام معاكي وماليش عداوه. كنت دمنت معاكي يعني. انا راجل ادير نقابه فيها عظماء الفن اللي توفوا واللي احياء دلوقتي، احنا بندير نقابه فيها هاني شاكر ومحمد منير وعمرو دياب وكل الناس دي. بقول لك يا استاذ وائل اقسم بالله، كنت تشطبني اول ما جيت بقيت نقيب. اقسم بالله انا من كام كليب اللي انا ماليش تحفظ عليها خالص، يعني هي فنانه زي اللي موجودين بعيوبها بمميزاتها الله يسهلها، مش يعني مش قصتي. ولكن انا كنت في فتره من الفترات لما بتفرج على الكليبات بتاعها بحزن، بحزن ان هي متخيله ان هي كده سلعه كمان
قابله للمحبه. ده عمر الفن ما كان كده. حتى الرقص الشرقي اللي احنا كلهم زملاتنا مالوش عبده، ما حضرتك شفتهم في افراح اخواتي، حتى فيفي ما بتعملش الكلام ده، ولا لوسي بتعمل، ولا دينا، ولا سوفينار الجديده بنت جميله بترقص، انما احمد يا عمر وشاوي وجو الاخوات المصلعه تحطه على صدرها حاجه يعني. صوره مين اللي حطه على صدرها؟ بتقول اي كلام. فكنت اقول ايه، انا ماليش دعوه يعني، انا ماليش دعوه، سلعه موجوده معرضه للمكسب والخسارة. انت عندك كتير في النقابه، هو انا بس انت عندك كتير في النقابه، ما تروح تشوف اللبنانيات اللي بتجيبهم عندك يعملوا اغاني. انا مش هدخل معاكي، مش هدخل معاكي في يبقى احسن بره، هدخل معاكي في احمد رمضان، انا مش شبه الكلام ده بحسن. وما احبش طريقه اللي انت اتكلمتي بيها مع اي حد. انا بكلمك بموضوعيه، اقسم لك بالله انا لما كلموني على قرار شطبك كنت انا مستاء يا استاذ وائل، ورحمه ابويا ما بكذب عليك، انا كنت مستاء من كليباتها، لكنها بقول ماليش دعوه يعني، ما احبش اقطع رزق احد. لكن لما كلموني قالوا لي زودتها زياده عن اللزوم، ايه رايك؟ قلت لهم لا، انا نفسي مستاء منها، ورحمه ابويا ما ماضي على قرار شطبك، ولكني وافقت منه. انا عايز اسال على حاجه. طيب اتفضل. انا عايز اسال حضرتك سؤال، انا عايز اسال حضرتك سؤال. انا كنت بعمل اغاني بتاعه البرادعي وبتاعه ابو اسماعيل، الحاجات اللي انت بتقول فيها اسف والحاجات دي، مش مصدقه ليه؟ ورحمه ابويا ما شفتك. طب استناني، ما انا هقول لك، انت عندك دلوقتي عضو في النقابه بتعمل الاغاني دي، وكانت نازله على النت قبل ما القناه تتفتح. رحت انا حفله في الساحل اللي كان عليها مساله الفلوس اللي انت عارفها، ماشي، مشكله الفلوس. حلو، ما جيت لك بقى انت ما كنتش عارف انا بغني ايه. في عضو عندك مش بتاخد منها فلوس للنقابه، مش عارف بتدفع مصاريف الـ بتاع كل سنه للنقابه، تجديد الكارنيه، مش عارف هي بتغني بتقول ايه، مش عارف هي رايحه الحفله تقول ايه. انا مش عارف يا مدام، انا عندي اكتر من 24,000 عضو، في اكتر، في اعضاء كتيره في بلاد. انا لما قالوا لك هتتشطب يا استاذ مصطفى ما قلتش ليه هتحقق معايا، ما بعتليش ليه تحقق معايا، مش من حقي. مش محتاج يتحقق معاك يعني، مش محتاج يتحقق، مش محتاج يتحقق، ده قانون نقابه لازم تبعت لي يتحقق معايا. يعني اللي يتفرج على كليباتك ياخد فيك قرار نيابه، مش قرار نقابه، ياخد فيها 6 اشهر. اه يعني قرار نيابه باللي انت بتعمليه ده. ايوه ده كتير قوي ده. طب ابقى شوف اللبنانيات بيعملوا ايه وبعدين بتكلم معايا. الشق طبعا، انا مستاء جدا يا سما ان 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 ادخل معاكي في حديث. انا سامحني يعني، اكثر حاجه مزعلاني دلوقتي ان انا ادخل معاكي في كده. ليه؟ نتكلم في القضيه السياسيه بقى، اللي بنروحوا نتناقشوا مع بعض الفن والنقابة. خلي بالك انت نازل انتخابات انت كمان يا استاذ مصطفى. لا 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 لا، انا مصطفى كامل، انا بتاريخي، انا غنيه مع هاني شاكر ومحمد فؤاد وعمرو دياب ومحمد منير. تسلم ايدي، كفايه تسلم ايدي. لا يعني هي عارفه، ولا انا كمان قابلتك عند جامع مصطفى محمود؟ لا لا لا، ما قابلتنيش، قابلتني في ميدان لبنان. لما نيجي نتكلم سياسيا اكيد اكيد الحلقه، انا عارفك انت بتبقى قاصد حاجه ايه تلطف بيها على انا بعتبر فقره السما دلوقتي. كنا نتكلم في مجلس الشعب، هل انت تعقل ان تجلس المستشارة تهاني الجبالي جنب سما المصري في البرلمان؟ انا اسالك، وعايز ضحكتك اللي انا عارفها بقى. انا اكيد على فكره المستشارة تهاني الجبالي حبيبتي جدا وانا بحبها قوي، بس ما توقعناش في بعض. بس ما انا عارف هي يعني، يعني انت يعني الكلام ده كلام، انا بقول لك عيب يا سما، ومن فضلك لما تيجي تتكلمي على حد ما اسالكيش. انا حتى لو كان دوري اداري في النقابه انا ما اسالتلكيش في حاجه، فعيب لما تقحمي اسمك مع اسمي، وانا ده شيء لا يشرفني اساسا. فمن فضلك القلوب عند بعضها يا استاذ مصطفى، انت قللت الادب على فكره، وانت كمان. طيب بس استاذ مصطفى كامل لما هيقول ما تشرفنيش انا اقول له انت كمان. استاذ مصطفى كامل الف شكر. استاذه بسمه من القاهره، استاذه بسمه اتفضلي. استاذه بسمه، استاذ بقاله طويل. طيب شوفوا لنا الاستاذه بسمه يا جماعه، ناخد تعليقات اخيره. استاذ رجب هو حميده، وانا بعلق بدون الابتعاد عن القضيه. يعني انت حضرتك راجل بالك طويل، واعلامي يعني عندك صبر، واحنا دعينا لنناقش قضيه مهمه، وهي الضوابط التي ينبغي ان تكون متوافره، والشروط والمقومات والسمات والصفات في عضو البرلمان القادم او في اي برلمان. ينبغي ان يكون هناك خبرة، هناك تاريخ، هناك قيم، هناك أخلاق، هناك أمانة، هناك قدرة على رقابة السلطة التنفيذية، قدرة على التشريع، لأن للتشريع مراحل تسمى مراحل سن التشريع. كل هذا ينبغي أن يتوافر في من يمثل هذه الأمة العريقة. أنا أحذر
من أن البرلمان القادم ينبغي ألا يكون برلمانا يصل إليه البعض بواسطة المال الفاسد الذي يتاجر به. من يتحدثون اليوم عن عودة وجوه معينة أو إقصاء وجوه معينة أو إلى آخره؟ مجلس ينبغي أن تتوافر فيه الخبرات، الثقافات، العلوم، القدرة على الإنتاج، لأن مصر تمر بترهل اقتصادي وترهل ثقافي وترهل سياسي، ينبغي أن تتوافر كل الشروط والمقاومات في النائب. ولذلك أقول للشعب المصري كله، دققوا جيدا، وليست المسألة أن تقصي أحدا قديما أو أن تأتي بأحد جديد. الإنسان بعمله، بتاريخه، بأدائه، طيب، بعطائه. مصر مقبلة على مرحلة تاريخية نريد أن ننهض بهذا الوطن، والشعب المصري يحتاج إلى من يمثله تمثيلا راقيا منضبطا قادرا على إحداث طيب. حركة سياسية فاعلة لتنهض بالمجتمع كله. نحن مع الشباب، نحن مع المرأة، نحن مع كل المجتمع، ولكن ينبغي أن تكون هناك خبرات. أنا مع الفن الهادف والفن الراقي والفن الذي يضيف قيمة ثقافية وقيمة أخلاقية وقيمة طيب. اجتماعية في هذا الوطن، لأنني أشاهد المسلسلات والأفلام التي ترفع بقيمة المجتمع لا تهبطه ولا تسقطه. في تعليق أخير، ماذا لو فوجئتي ولقيت السما المصري في مجلس النواب القادم؟ معنى كده انه الناس اعطوها اصواتهم، هتصدمي؟ هتصعقي؟ لن اصدم. هتتشلي؟ ولن اصعق ولن اشل، ولكني ساطالب بتغيير قانون الذي يحكم المباشرة السياسية في البرلمان. شيء طبيعي ان احنا طول عمرنا بنجاهد وبنكافح لتغيير قانون، لوضع قانون لاي للمطالبة بحقوق. ان في مهن يعني تتناقض مع مع الموروث الثقافي والاجتماعي، يجب ان يكون شروط المهنه مهنتها ان تتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا المجتمعيه. وفي الاخر انا عايزه اقول لحضرتك يا استاذ وائل، معلش احنا عايزين مجلس موقر يخدم البلد، يهتم بمشاكل المواطنين، يدافع عن حقوقهم، فليست كل الموانع القانونيه هي قانونية فقط، وإنما هناك موانع وأعراف اجتماعية أقوى من القانون. فيجب أن لا نستهين بالمنصب ولا بالشعب الذي يمثله هذا المنصب، ولا نستهين بالقيمة والقامة لهذا المنصب، ولا نستهين بالهيبة لهذا المنصب. فأنت بلا رؤية سياسية وبلا برنامج تشريعي وبلا تاريخ سياسي، وكفاية عليك كده. والكلمة في النهاية للشعب، وننتظر تاريخ نتيجة الطعن إن شاء الله. سما، في تعليق اخير، اللي هو السؤال اللي سالته لك قبل كده، لو وجدتي الاحتجاجات حتى تشكل قطاعا كبيرا، بلاش اقول انه كل ليه البعض ما يقولش انه بلاش اؤذي المرحله القادمه، احنا بنتشبث بثوره 30/6. اذا وجدنا انه البعض يمكن انه يمسك ببعض الوجوه ويقول شايفين المجلس القادم، عودي خطوه الى الخلف. بص يا استاذ وائل، هو انت لو حضرتك بتتكلم على الاخوان هيقولوا، مش هيقولوا الاخوان كده كده هيقولوا، يعني سير البرلمان اللي جاي ده ما فيهوش ثمن مصر. الاخوان مش هيتكلموا عن حد جواه مستنين انا عشان يتكلموا على البرلمان ابدا. الاخوان كده كده هيتكلموا، او اللي ضد اجهزه الدوله وضد السيد الرئيس كده كده هيتكلموا على البرلمان. دي اول حاجه. تاني حاجه، هما بيتكلموا عن الرأس، المهنه بتاعتي، لو هي مهنتي، ولو انا مش مهنه الرأس، بس انا بقول المهنه دي الدوله مصرحه بيها يعني في القانون، والدولة سامحة بيها، ما فيش حد من حقه يقول ده يترشح أو ده ما يترشحش. تمام؟ أنا هرشح نفسي وهكمل للآخر، والله الناس اختارتني أهلا وسهلا. الناس ما اختارتنيش، وزي ما قلت لحضرتك لو جبت صفر برضو أنا مش هبقى زعلانة. أنا ليا شرف التجربة، أنا عندي هدف بره بعمله في أغنية عايزاه يترجم جوه. يعني لما بطالب مثلا بحاجات في أغنية زي أغنية اللي أنا عملتها للمتحرش، فأنا بطلب جوه عايزة مكان فعال يكون مؤثر، ياخد قرارات مؤثرة. عواصف الأحداث هناك، هيكلمنا ما بين السياسة
والفن ما بين الكوميديا وداعش. غدا هيكون معانا إن شاء الله.